السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة. اليوم سوف نتعرف على زراعة بعض أنواع الشتلات، وهي زراعة بسيطة إن شاء الله، فتابعوا معي. هذا شتل أو فرع عود تين، وهذا ليمون، وأيضا هذا ليمون. هذا النوع أفضل من النوع السابق، هذا ليمون شعير. فبما أننا قد تعلمنا كيفية زراعة الشتلات في الحلقة السابقة من زراعة العنب، سوف تكون سهلة وباختصار. وطبعا هذه الحفرة التي حفرناها التي سنقوم بوضع الشتلة بها، وسنقوم بملء هذه الحفرة. سوف نقوم هكذا. سنقوم بوضعها حتى تكون ثابتة هكذا. وهكذا قد انتهينا من زراعة شتلة التين، وإن شاء الله سوف نتابعها أيضا، سوف نتابع جميع الشتلات إن شاء الله. والآن إلى شتلة الخوخ، وهذه كما ترونها فهي من الجذور، شتلة نوعية ذات نوعية جيدة يعني. وسوف أقوم بزراعتها كما في السابق ما حدث مع التين والعنب. سوف أقوم هكذا.